السلام عليكم. هذه حالة مريضة عندها التهاب في الزائدة، فأول حاجة نبدأ بالضغط والنبض باش ما تريحش بس من الشاشة. فلما نشوف الضغط متاعها نازل شوي والنبض متاعها يكون عالي، في العادة بتكون بالعكس، يعني تلقى النبض هو اللي نازل. الضغط 114/74 والنبض قريب 100، وطبعا عندها حرارة اللي هي 37.2، فيعني نقولها لو جريد فيفر، يعني حرارة حاجة بسيطة كيف طالعة. يعني المريضة عندها أسبوع توا تحس بوجع في بطنها زي ما نشوفه، وترجع ما تقدرش للأسف يعني تخلي أي حاجة في بطنها، ونفس الشيء حشاكم ما تقدرش تمشي الحمام لأن عندها يعني نوع من الانسداد في الأمعاء. فلما لاحظوا هذه الطريقة كيف فحص الزائدة، طبعا أنا المفروض أكون على الجانب الأيمن من المريضة بس ما فيش مجال لأن هذا القدام من الروشن. فلما نضغط على الجهة هذه تلاحظ المريض عنده وجع. شوف المريضة كيف تتحرك توا، أنت وجع؟ Do you feel pain here, Stephanie? Ashley? Yeah. وجع. وأحيانا لما تنحي يدك أيضا تحس المريض بوجع، بس الحالة هي ما عندهاش، عندها مش وجع في المنطقة هذه. فطبعا الألم ليه أسبوع، فما استغربش لو مثلا حط المريضة إن فيه مثلا انفجار في المعدة أو في الأمعاء، سوري، في الزائدة. ف